متى وتحت أي ظرف يمكن أن تكرر إيطاليا الدخول في الحرب؟ وما هي التزاماتها الدولية؟ التطورات الدولية الأخيرة تخيف العالم بأسره، فجاء الغزو العنيف لأوكرانيا من قبل روسيا حكومات الدول الغربية الكبرى التي كانت مقتنعة حتى اللحظة الأخيرة بأن فلاديمير بوتين لن يذهب إلى هذا الحد، ولكن الجميع بات مقتنعا أن أهداف التوسعية لن تنتهي عند هذا الحد. وهكذا وبعد عقود من السلام أصبحت فريضة الحرب مشكلة راهنة وملحة. يمكن أن تندلع الحرب حقا وربما تأخذ أبعاد مواجهة عالمية ومدمرة، وبالطبع كل هذا يؤثر على إيطاليا ويقلقها بشكل مباشر. فهل يمكن أن تدخل إيطاليا الحرب؟ هناك شروط لازمة للقيام بتدخل مسلح من قبل إيطاليا، وهناك بعض المواقف المحتملة في حالة حدوثها يمكن الضغط على الزر لبدء العمليات العسكرية. لم يمض وقت طويل على الرد الدولي على غزو أوكرانيا، لكن في الوقت الحالي ظل على مستوى الاستنكار اللفظي والعقوبات الاقتصادية وليس التدخل العسكري المباشر. صحيح أن إيطاليا عززت من الوحدات المشاركة في مهمات في الخارج كما فعلت القوى الغربية الكبرى، لكن روسيا تواصل مسيرتها ولا يبدو أنها تخاف ردود الفعل الضعيف حتى الآن من المجتمع الدولي. على الأرجح عندما ينجح بوتين في احتلال أوكرانيا والقضاء على المقاومة الوطنية فإنه سيجعلها دولة مستقلة رسميا، ولكن في الواقع تهيمن عليها روسيا. يمكن أن تكون الخطوة التالية في الأهداف التوسعية هي استهداف دول البلطيق مثل استونيا، لاتفيا، ليتوانيا أو فنلندا أو حتى رومانيا وبولندا والمجر، وتلك الدول في حلف الناتو ما عدا فنلندا. لا يستطيع فرد واحد أن يقرر دخول الحرب كما كان يحدث في السابق، ففي الدستور الإيطالي تنص المادة 11 على أن إيطاليا تنفذ الحرب كأداة للإساءة لحرية الشعوب الأخرى ووسيلة لحل النزاعات الدولية، ولكن المادة 52 من الدستور تنص على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن، والمادة 78 تنص على أن المجلس يقرر حالة الحرب ويمنح الحكومة الصلاحيات اللازمة لذلك. في عصر العولمة الحالي لا تكرر إيطاليا بنفسها أما إذا كانت ستخوض الحرب أم لا، يتم تأسيس الالتزام العسكري مع المنظمات فوق الوطنية التي تشكل بلادنا جزءا منها، أولا وقبل كل شيء الناتو والاتحاد الأوروبي. تتم العمليات العسكرية للناتو بشكل مشترك وكلي. إن الهجوم المسلح ضد دولة عدو يعتبر هجوما مباشرا على جميع الدول الأخرى المنتمية للحلف، وبالتالي يتعين على جميع الدول الأعضاء العمل في دعم متبادل وعلى وجه الخصوص. لذلك من أجل احترام التزاماتها الدولية يجب على إيطاليا التدخل عسكريا، ليس فقط في حالة انتهاك حدودها، ولكن أيضا إذا تعرضت دولة حليفة مثل فنلندا البعيدة على سبيل المثال. سؤال آخر، هل تستطيع إيطاليا خوض الحرب إذا قرر الاتحاد الأوروبي القيام بذلك؟ أولا لا يمتلك الاتحاد الأوروبي جهازا عسكريا خاص به، ولكن يستخدم القوات المسلحة للدول الأعضاء. تنص المعاهدة المنصوص عليها أن جميع دول الاتحاد عليها أن تضع قدرتها المدنية والعسكرية متاحة لتنفيذ سياسة الأمن والدفاع المشترك، فإذا تعرضت دولة عدو لعدوان مسلح على أراضيها فإن الدول الأخرى مطالبة بمساعدتها بكل الوسائل التي بحوزتها، وبالتالي أيضا بتدخل قواتها العسكرية.